السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده يا جماعة هوريكم طريقة شغل التصميم اللي في الفستان ده بيتعمل ازاي. انا مش هبدأ الفستان كله كامل على بعضه لان انا منزلة فيديوهات لطريقة الشغل من اعلى من الرقبة وتوزيع الغرز والهارتات. انا ممكن انزلكم اللينك بتاع لينك اكتر من فيديو للطريقة. انا هوريكم في الفيديو ده بس طريقة عمل التصميم اللي هو عند الحردات اللي هو كده اهو ده هنا على الجنبين دول وتفي اتنين زيهم طبعا من ورا برضو ويشغل نفسي برضو هو التصميم من هنا من تحت في الجزء الاسفل من الفستان. والفستان ده بيتعمل طبعا الجزء العلوي لوحده والسفرة لغاية ما توصلوا لطول الحردتين على الجوانب. بعد كده بتشتغل الجزء التحتاني وبيتركب لأن الجزء التحتاني ده معمول لوحده معمولة طريقة التصميم هنا عشان يعمل زيادة في كل جنب هنا ويدي الدوران ده. وبعدين متركبه بعد طول السفره وطول الحردات اللي انتوا عايزينها. والكورنيش ده برضو يا جماعه موجود في فستان انا منزلاه برضو احط لكم اللينك بتاعه على الاطراف ده. الكورنيش كرانيش دي انا عاملاها برضو في فيديوهات قبل كده لكن هنا في الفيديو ده هنبدا عمل التصميم اللي على الحردات ده. هنعمل نشوف نعمله ازاي اللي هو الشكل ده اللي بيدي الاتساع ده. هنشوف ونبدا خطوه بخطوه بنعمل التصميم ازاي. انا عملت العينة دي يا جماعة للتصميم اهي متكررة فيها على 3 مرات. هنشوف مع بعض بنعمله خطوة بخطوة ازاي. هنبدأ مع بعض ونعمل عينة من الغرز صغيرة 11 غرزة تحت نطبق عليها التصميم عشان الفيديو بيكونش طويل. وهي هي بقى حسب ما انتي بدأ بتكرري التصميم زي ما قلنا لو هتعمل الفستان على 4 في اماكن ال4 حردات. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ابتديت 11 غرزة للعينة اللي هنعمل فيها هوريكم فيها طريقة الغرزة دي 11 غرزة. وبعدين هشتغلهم من اللفة الخلفية كده كده يا جماعة مش هتفرق هنا بس انا هوريكم بداية الشغل من اللفة الخلفية بتديكوا الشكل ايه. 11 غرزة هشتغلهم كده بالطريقة دي. ايه الفرق؟ هيجيلي شكل الغرز هيكون كده شكل البداية شايفين اهو. ده ظهر الشغل وده وش الشغل. هنشتغل لظهر الشغل هنعتبره ظهر الشغل ونشتغل سطر مقلوب هنيجي عند الغرزة نمرة 6 2 4 ادي 5 هنا هنبتدي نعمل ادي 6 هنا 2 4 2 4 5 5. في السادس غرزة دي هنعمل عليها حواليها لفة وبعدها لفة. دي الغرزة نمرة 6 هعمل لفة واشتغلها عدل واعمل لفة واشتغل اللي بعدها عدل. ده نعتبره اول سطر في الغرزة. نيجي من ظهر الشغل
هنشتغل الغرز اللي في الاول عندين مقلوبين وفي الاخر مقلوبين، والثلاثة اللي في النص هنشتغلهم عدين، اللي هي الغرزة نمرة 6 واللفات هنشتغلهم بالغرزة العدة. نشتغل بقى من ظهر الشغل يا جماعة، ظهر الشغل زي ما قلت انا هشتغل على طول اول غرزة عدة ظهر الشغل، هشتغل الغرز دي المقلوب على الاطراف ما عدا الثلاثة اللي في النص. هي كانت غرزة وعملت عليها حواليها لفتين من اليمين ومن الشمال، بقوا ثلاثة يعني لفة وغرزة ولفة، دول هشتغلهم على طول عدلين. ادي واحد، ادي اتنين، وادي التالتة، خلاص. وبواقي الغرز اللي هم الخمسة مقلوبين اللي هم في السطر اللي فات، خمسة من الطرف اليمين وخمسة على الطرف الشمال، دول بشتغلهم سطر وسطر. وهشتغل اللي فيهم زيادات اللي في النص على طول بالغرزة العدلة. هيجي عند السطر اللي بعد كده اللي هو يعتبر مع بداية تكوين الغرز، السطر الثالث من وش الشغل، هشتغل الست غرز، الخمسة اقصد، مش عايزين نغلط، الخمسة دول عدلين على من وش الشغل عدلين ومن ظهر الشغل مقلوبين. خلاص هاجي هنا قبل الاجورة اهو، ابتدي اعمل لفة واشتغل التلاتة اللي في النص عدلين. واعمل لفة بعدها واشتغل الخمسة الاخرانيين عدلين برضو. ظهر الشغل الخمسة اللي في الاول والخمسة اللي في الاخر اشتغلهم مقلوبين. اول غرزة بس بالحفة هي اهي، يبقى هشتغل دول مقلوبين من ظهر الشغل، لكن اللي في النص من اول اللفة واللفة اللي في الاخر كل دول هشتغلهم على طول عدلين. ظهر من ظهر الشغل عدلين، من وش الشغل عدلين. بقى عندي خمس غرز بدل ثلاثة اهم، خمس غرز عدلين في النص والخمسة المقلوبين اللي في الاخر زي الخمسة المقلوبين في الاول. نيجي من وش الشغل نعمل ايه، خمسة في الاول عدلين والاطراف في الاخرين عدلين، واللي في النص برضو هشتغلهم عدلين، وفي لفتين على الاطراف. ادي بعد الخمسة العدلين اعمل لفة، تالت اجور هتتكون، واشتغل الخمسة اللي في النص عدلين، بعدين اعمل لفة فوق لو اتلخبط فوق الاجورة، تالت اجورة بعملها، واعمل الخمسة الاخرين عدلين. السطر اللي بعد كده من ظهر الشغل نيجي بقى عند السطر المقلوب اللي هو بعد ما عملنا اللفة بتاع التلت اجورة، مش هنشتغل الغرز اللي على اطراف التصميم السبعة ده او شكل الفي ده بالغرزة المقلوبة، لا في السطر الخامس ده يعتبر السطر الخامس، لا هشتغل كل الغرز عدل. ده بقى الاختلاف، اشتغل كل الغرز بالغرزة العدل، كل الغرز اللي عندي على الاطراف. ادي الاجورة اول اجورة عدل، بقى عندي سبعة في النص اهم، تلاتة اربعة خمسة ستة
7 اشتغلتهم عدلين، دول بشتغلهم عدلين على طول. بس في السطر ده الاختلاف ان على الاطراف كمان الغرز اللي على الاجناب، الغرز الثلاثة معلش هرجعها، اللي على الاجناب كلهم برضو هشتغلهم بالغرزة العدلة، يبقى السطر ده كله بالغرزة العدلة. من ظهر الشغل كل الغرز بغرزة عدلة هيبان معايا. بعد ما اشتغلت كل السطر بالغرزة العدلة بقى معايا التصميم كده يا جماعة، اهو 3 اجورات على كل جنب، عمل لي شكل الفي ده، والسطر كله بقى كده. ابتدي خلصت كده واحدة، واكرر الواحدة دي تاني اللي في النص، ابتدي اكررها من اول وجديد. اشتغل 4 اسطر و5 سطر من ظهر الشغل، بشتغل كل السطر بيبقى عادل. ابتدي تكوين الوحدة من جديد، ابتدي في النص واعمل لفة حوالين الغرزة اللي في النص من اليمين ومن الشمال، وابتدي اعمل شكل الفي ده تاني او شكل السبعة ده، مع اخذ بالاعتبار ان الغرز اللي في الوسط اللي بتكوني شكل الفي اللي في النص كلها بالغرزة العدلة، لكن على الجوانب 4 اسطر، سطر عدل سطر مقلوب، وفي الخامس بشتغل السطر بحاله كل الغرز عدل. نبتدي ونعمل تاني تصميم من النص تاني. نبتدي بقى التصميم يا جماعة تاني من اول وجديد من النص، نفس اللي عملناه ده نبتدي تاني. هاخد كل الغرز عدل، دلوقتي في وش الشغل نبتدي الغرز عدل، كل الغرز هنشتغلها عدلة، ونيجي في نص ال7 غرز اللي في النص اللي زادوا دول، هاخد في الغرزة الوسطانية يعني افوت 3 عدلين، واخد حوالين الغرزة الرابعة لفة وبعدها لفة. ادي بشتغل كل الغرز عدلة اهو، هيجي عند ال7 اللي في النص، هما دلوقتي بقى 7. هشتغل ادي 1 2، دي التالتة ودي الرابعة، هاخد قبلها لفة وبعدين اشتغل الرابعة وبعدين لفة بعدها، واكمل 3 عدلين وبقية الغرز الاخر عدلين كله عدل. هاجي من ظهر الشغل اشتغل اللي على الاطراف هنا وهنا المقلوب، واللي في الوسط بالعدل. هشتغل اللي على الاطراف المقلوب، كله مقلوب يا جماعة، كله مقلوب على الأطراف الجنبين ما عدا الغرزة الوسطانية واللفات اللي عملناها، اللفتين اللي عملناها يعني 3 الوسطانيين بس هما هيبقوا اهو، 3 الوسطانيين اللفة والغرزة واللفة هما اللي هيبقوا عدلين بس، على طول عدلين وش وظهر اهو اهو اهو، 3 غرز اللفتين والغرزة الوسطانية، وبقية الغرز على الأجناب الطرفين مقلوبين. شايفين معايا؟ بالمقلوب في الظهر، بالمقلوب وفي الوش هيبقى بالعدل. اهو ده وش الشغل اهو، هيبتدي كله عدل من على الجنبين. ويبتدي نعمل تاني اللي هو التصميم ده، اللي هو غرزة وسطانية عدلة وحواليها 2 اجور بالطريقة دي. هبتدي اهو بنكرره تاني هنا، شايفين معايا؟ هيجي من على وش الشغل
الغرزة العدلة، وابتدي اعمل تاني لفتين واشتغل ثلاثة في النص. هاجي عند الوسطانية وحواليها اجور واجور، هعمل هنا لفة وهنا لفة وثلاثة في النص عدلين. حدد اللي في الوسط، اللي في الوسط ادي مكان الاجور هنا، وده هنا يعني المفروض هنا اهو، هعمل لفة وغرزة وغرزة يعني ثلاثة، وبعدين لفة واكمل بقية الغرز عدل. اهو يا جماعة، نبتدي التصميم من الاول تاني بالنص زي هنا، نمشي نفس الطريقة، نشتغل من الظهر بالمقلوب، وهيبقى عندي مش ثلاثة في النص، هيبقوا خمسة، اشتغلهم عليه خمسة الوسطانيين هما اللي عليه، اللي هما فين؟ ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. وصلت بقى للمرحلة دي يا جماعة، اهو بقى عندي اجرتين كل جنب، تصميم من اول وجديد اهو. ابتدي برضو السطر من وش الشغل ده، هشتغل بالغرزة العدلة كل الغرز اهو، انا ماشية هاجي بقى هنا قبل الاجوره دي اعمل لفه، وبعد الاجوره اللي على الجنب دي، دي يعتبر تالت اجوره بتتعمل خلاص. بعدها من ظهر الشغل هنشتغل بالغرزه العله سطر اهو، هنا اعمل لفه واشتغل خمسه عدلين في النص عشان يكتروا من على الجنبين ويبقوا سبعه. اول ما يوصلوا سبعه اتكون ثلاث اجورات على كل جنب كده، خلاص التصميم كده خلص. ادي لفة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، اعمل هنا اللفة واعمل دول برضو عدلين، وهاجي من ظهر الشغل بقى اشتغل السطر كله عدل، ويبقى كده التصميم تكراره التاني خلص. بقعد اكرره بقى بعد كده، كده اهو اشتغل بقى السطر من ظهر الشغل كله عدل عشان يعمل لي الخط ده اللي هو ده. يبقى نشتغل غرز كلها سطر كله عدل، وكده تصميم انا بتاع الغرزة دي انا كررته معاكم مرتين، بتقعدوا تكرروه، بيدي اتساع بقى عند الحردات، وبيدي اتساع برضو للموديل برضو اللي هو مشغول في الفستان من تحت من على الجنبين. المهم التصميم انا وريتلكوا طريقته اهو، يبقى اشتغل كل السطر ده عدل من ظهر الشغل، ده نهاية التصميم. وبتبدأوا بعده تصميم من اول وجديد تاني من المنتصف تاني او من النص، تكرروه تاني وهكذا، تقعدوا تكرروا فيه عشان يدي اتساع زي ما قلت من عند الحردات مكان الحردات بالطريقة دي اهو. تلاتة من هنا وتلات اجرات من هنا، وده واحد جديد، وبتبدأوا في النص تاني من الغرزة الوسطانية تكرروا، بيكون ده انا هكرره مرة واتنين كمان واوريكوا الشكل. ده شكله يا جماعة بعد ما كررت ثلاث مرات اهو، بتمشوا بالطريقة دي على طول اهو، مش عارفة واضح كده ليكم، مقربة انا اهو، اهو ثلاث مرات اهو بتمشوا، تقعدوا تكرروا تاني
الغرز بتكتر معاكو بالطريقة دي، وبيكون ده الشكل على الأجنب كده اهو. يا رب تكون الطريقة واضحة، طريقة التصميم والزيادة بالطريقة دي واضحة والشرح مفهوم. إذا عجبكم الفيديو بقى متنسوش تعملوا لايك وتشيروا لكل اصحابكم عشان الجميع يستفيد، واللي مشتركش يدوس على اشتراك او سبسكرايب ويدوس على الجرس عشان يجيله كل فيديو جديد بنزله. ومع السلامة، اقابلكم فيديو جديد ان شاء الله. اشكركم، اشكر مشاهدتكم، مع السلامة.